شخصياً أقدر من منذ عام 2010 إلى اليوم أقدر أنه على الأقل 15% من مبيعات نافذة العملة هي تذهب باتجاه غسيل الأموال أو تحويل الأموال للخارج. منظمة الفاتف يعني تبحث في غسيل الأموال، لكن إحنا المشكلة الأموال تخرج بشكل رسمي وأصولي، يفترض أن تدخل ما يقابلها سلع وبضائع. المشكلة في كمية السلع التي تدخل، يعني لا يجري هناك تدقيق ومطابقة لفواتير الشراء مع السلع الحقيقية التي تدخل عن طريق يفترض نافذة العملة والهيئة العامة للضرائب والبنك المركزي. هذا المثلث هو من يدقق حتى نعرف أنه كم حولت من أموال وكم تم استيراد مقابلها. هذا الأمر ما موجود. الكثير كان يتوقع حقيقة أنه موضوع تغيير سعر صرف الدولار سيؤدي إلى إيقاف عمليات المزاد، ولكن الموضوع ليس مرتبط بشكل أساسي بعملية تغيير سعر الصرف. العملية مرتبط بآليات التحويل خارج العراق وعدم وجود رقابة حقيقية بين ما يتم تحويله وما بين الأمور التي يتم استيرادها. عمودة المزاد ستؤدي بشكل أساسي إلى وجود فرق بين سعر الصرف البنك المركزي والسعر الحقيقي، وهذا الفرق حقيقة سيدفع بأصحاب أو المضاربين أو الداخلين في المزاد إلى محاولة دفع ورفع أسعار سعر الصرف في السوق المحلية للوصول إلى أرقام أعلى، لكون أن الأرباح المتأتية لهذه الجهات تعتمد على الفرق بين سعر الصرف المحلي وسعر صرف الدولار البنك المركزي. فبالتالي سيعمل هؤلاء المستفيدين من موضوع المزاد إلى خلق أزمات ورفع أسعار الدولار بشكل يصله إلى 1550 دينار، قد يصل إلى هذا السعر. إن الكوربشن والفساد يحصل بالدينار وليس الدولار، الدولار آخر شيء. لكن احنا اللي قاعد يصير عندنا بالعراق عندما يحصل فرق سعرين، سعر الرسمي للبنك المركزي والسعر بالسوق، يبدأ الإعلام في توجيه اللون وأن هنالك غسيل الأموال، بدلالة أن الأعوام 2017 لغاية شهر 3/2020 كان الدينار العراقي أو الدولار مستقر في السوق كما هو سعره في البنك المركزي. يعني سعر التكلفة كان المئة دولار بمئة وتسعة عشر تنباع ألف دينار وتشترى بمئة وعشرين، وهو السعر المستهدف التارجت برايس. لذلك لم يكن هنالك كلام. الآن ازداد الكلام بسبب الفجوة بين السعر الرسمي اللي هو 1470 وما بين سعر السوق اللي هو قد يعني وصل أحيانا إلى 1500. أؤكد أن قضية غسيل الأموال رغم أن كل العالم يحصل فيها هنا وهناك، لكن العراق من الدول المراقبة والمتابعة ومتشددين معها في قضية غسيل الأموال بسبب دول الجوار، بسبب أزمة المنطقة، بسبب الصراعات. يا بس الايد بالضبط.